تعادل مانشستر يونايتد ضد واتفورد الضعيف في مباراة اليوم في أرضه وبين جمهوره في ملعب الأولد ترافورد. تخيلوا يا جماعة الخير، مانشستر يونايتد بأسوأ مستوى يلعب فيه واتفورد ما قدر يفوز عليه من كثر الفرص اللي ضاعت. اليوم اليونايتد ضيع فرص بالهبل بالدرزن. برونو كم ضيعت؟ برونو خاف ربك. اليونايتد اليوم المفروض يطلع بنتيجة 4-0. واتفورد ما هو واتفورد اللي فاز في الذهاب في الدوري، مو هو اللي فاز 4-1. هذا أسوأ فريق واجه اليونايتد في من بداية السنة. فريق سيء واتفورد اليوم. كيف اليونايتد ما فاز؟ ضيعت كم كورة. يونايتد رونالدو كان سيء، ضيع، لكن والله كان ممتاز الشوط الأول. بس برونو نرفزني، والله برونو نرفزني.